وكنشكرك اولا اللي جيتو تحتفلوا معنا اليوم. كنشكركم بزاف، بلا بكم ما كيكون حتى شي حاجه. كنشكركم مره اخرى. هذا التكريم ديال الحي ديال كولومبيا مصلى، بغاو يعملوا له واحد يفرحوا بيا واحد التفاته بان هذه السنه ربحت البطوله في بلجيكا ديال 17 سنه جهويه بانتصار جميع المقابلات. هذا اللي خلى واحد الصدى كبير في بروكسيل ولا حتى في المغرب، والحمد لله هذا كيف شرفني وكيشرف المدينه ديالي طنجه والمغرب كامل. وحنايا هذا المهمه ديالنا هو نعطيو صوره جيده على المغرب في المهجر، وهذا تكريم حد ذاته كبير. كنت تكرمت في ايطاليا على يد العامله ديال لاكومين، عماله مونزامبانو ايطاليا، كان واحد فرح كبير كبير بزاف. اليوم كيتداول 20 مرات حيت كنشوف صحابي تربيت معاهم، الوجوه اللي عمرها ما حضرت اليوم حاضره. وهذا يعني كنقولوا وهاجرت باقي صغر، يعني 22 عام، يعني لعبت مع الحسنيه في الطب ديالها، واتحاد كان ملحمه الصعود التاريخيه 86، وفائز بطوله ديال الشبان عميد فريق اللي كانوا كيدوم سيمو منير هشام حسن، كنت العميد ديالهم زايد عليهم عامين، وانتصرنا وهاجرت الى ايطاليا. وخلي يعني ثلاث سنوات وهاد الناس كتجي، كنقول واقيلا ماشي الكره اللي خلاتهم تجي، شي حاجه اخرى، التواضع والاخلاق، وهذا الشيء اللي خصو يتوفر فيه اي لاعب كيدوز هذه المسيره طويله. كتشوف الناس هنا خدامين والاصدقاء ديالك، وما كيحضروش في مناسبه خارجه، هذه كيديني واحد الفرحه كبيره بزاف. وكنشكرهم كثير، وكاين اخوان اتصلوا بيا اللي مسافرين في هذه الساعه ديال الكونجي العطله، سافروا على برا، كانوا غيكونوا حاضرين معنا. كنشكر الجميع، شكرا الحي ديالي كولومبيا مصلى، شكرا مدينه طنجه، شكرا لكم. هو صراحة السي العسكري ما كيستاهلش يعيد التكريم، لأن شرف المغرب أحسن تشريف، لأن حقق بطولة في الديار البلجيكية، هو بطل ديال الشبان بدون هزيمة، هذا راه بحد ذاته راه إنجاز تاريخي كيتحسب من واحد الإطار وطني كيعيش في الديار البلجيكية. إذا ما علينا إلا نفتخروا به، وماشي نعملوا له التكريم بحال اللي سبق اللي قلت،
هذا شرف جميع المغاربه وشرف مدينه طنجه وشرف الحي ديالو حي المصلى، لانه ولد مدينه طنجه وسبق له ولعب مع فريق اتحاد طنجه، لاعب عنده تاريخ ديالو، كيستاهل هذا التكريم هذا. والدليل على هذا هو الحضور الوجوه الرياضيه، الى غنجي نذكر العدد ديال الاسماء اللي كازوا لاعبين متميزين في مدينه طنجه حاضرين في هذا اليوم السعيد هذا، منهم السي حميدو تشيكيتو اللي غني عن التعريف للاعب سابق ديال نهضه طنجه، فتح لي لاعب تا هو ديال فتح الرباطي ولاعب تا هو لعب في طنجه وشرف مدينه طنجه، واللائحه طويله ما نقدرش نذكر جميع الحضور اللي حاضرين هنا. ما عليا الا نشكرهم على هذه المبادره الطيبه اللي قاموا بها. حنا كفريق اجاكس طنجه راه الاشاره اي لاعب عطى لمدينه طنجه وبغى يعمل شي تكريم كنرحبوا به وكنتعاونوا معاه، لان هذا الشيء هذا كيصب في مصلحه ديال المدينه، لان التكريمات ما خصهاش يتوقف، لان كاين واحد العدد كبير ديال اللاعبين اللي عطاونا هذه المدينه هذه، ولكن حتى شي واحد ما عمل شي التفاته وشاف فيهم. حنا فوقاش كنظن حتى كيدي الله الامانه او كيتوفى عاد كنوضوا نتحركوا، وهذه انا ضدها، لان خص الانسان يحس هو باقي على قيد الحياه بواحد التكريم. كاين اللي كيحتاج مسكين امكانيات الماديه، كاين اللي كيتحتاج غير رد الاعتبار لان متيسر، ولكن كتحيي فيه ذاك الروح ملي كتفكروا، وهذا هو اللي جميل في هذا. شوف الحمد لله واحد العدد كبير ديال الاخوان النجوم اللي حاضرين في هذه المقابله هذه كاملين كازوا في فرق كبيره، وكاين اللي كاع لعب في اتحاد طنجه، كاين اللي لعب أقسام الشرفية، ولكن وما أدرك الأقسام الشرفية في أيام ديال نهضة طنجة، قسم الثالث كان كيخلع حسم بروميير ديفيزيو دابا، ماشي كنجاملهم، أنا اللي كنت عايش معاهم في ذاك الوقت هذاك. ما علينا إلا نهنيوه ونتمناو له النتائج الموسم المقبل اللي كيتسناه ما يكونش سهل، لأن الكل غيتجند له لأن حقق اللقب ديال الشبان. غيتسنى واحد البطوله اللي غتكون صعيبه وصعيبه بزاف، ولكن حنا عندنا الثقه فيه لانه عطى الكلمه ديالو وفرض راسو في ديال بلجيكا. نتمنوا له المسيره موفقه ان شاء الله. اللعب كان ممتاز، يعني مني ما كذا جا اتحاد مؤدب تبارك الله عليه، وباقي في المشوار، واليوم الحمد لله في الهجره في بلجيكا مدرب، ربح البطوله هذا العام ونشيط وعنده ما يقول. وفحال هاد اللعابة هادو في مدينة طنجة الحمد لله، سمح لي بين قوسين، اليوم واحد تجاو شي حاجة، يا والله فحال المثال اللي كيقولوا الناس، كاين بزاف دراري اللي كيسمعوا الاسم ما كيعرفونيش، هذا هو المشكل، لأن ما كنعمرش ما كذا الحمد لله، عامل حتى شويش، بحال الحمد لله أنا فرحان، لأن هادشي ما كانش في وقتي، أيام ديالي ما كانش هادشي في وقتي، اليوم الحمد لله تبدلت الأحوال. واليوم كاين الاعلام وتبارك الله عليكم، كنتمنى لكم النجاح، الصديق ديالي كنتمنى له النجاح حتى هو وجميع اللعابه وجميع المدربين، وانتم في الراس ان شاء الله، والله يعاونكم تبارك الله عليكم. صديق ديال نور الدين هاسكوري الملقب صويلح، و او ميم طون اونترينور معاه في لا بلجيك، هذا نهار كبير صراحه، هذا الشيء اللي كنشوف كيفرح بزاف، لأن يستاهل هذا السيد هذا، من غير أنه إطار متمكن، إنسان خلوق طيب، كل شيء كيبغيه ومحبوب الجميع. وصراحة أنا الكلمات ما باش نعبر ما عنديش، لأن هذا الشيء هذا راه كبير بزاف. والإخوان كنشكرهم كاملين على الحضور ديالهم في التكريم هذا اللي مستحق. تبارك الله عليك خي، شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.